ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم، وأبدأ من صحيفة نداء الوطن التي كتبت: تعددت المسيرات والريموت واحد، طهران تستهدف أبو ظبي. صحيح أن عنوان الاعتداء العريض حمل بصمة الحوثي، لكن الأصح من المنظور العربي والعالمي وبنظر جزء كبير من اليمنيين أنفسهم أن المسؤولية عن الهجوم ترقى بدرجة يقينية إلى تبديد أي شك حول وقوف طهران خلفه، وفق تعبير أوساط دبلوماسية، على اعتبار أن اليد الإيرانية هي العليا في القرارات الاستراتيجية التي تنفذها أدوات طهران في المنطقة، كقرار استهداف العمق الإماراتي بالأمس، وهي الممسكة بجهاز التحكم لإعطاء الضوء الأخضر بشن ضربات من هذا القبيل، انطلاقا من قناعة راسخة بأنه مهما تعددت الأذرع التي تتولى الواجهة التنفيذية لمهمة الهجمات المسيرة وغير المسيرة في صنعاء ومختلف العواصم العربية التي لطالما تباهت القيادة الإيرانية بسطوتها عليها، يبقى الأكيد أن ريموت كنترول واحد في طهران، ويتحكم الحرس الثوري مركزيا بأزراره. من نداء الوطن إلى صحيفة النهار التي كتبت اليوم: ما مصلحة الثنائي في تسهيل إقرار موازنة غير شعبية؟ عندما سئل قيادي حزبي في قوى الثامن من أذار عن مقاطعة جلسات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قال الرئيس نبيه بري قرر المقاطعة وحزب الله سار خلفه. إذن قرار المقاطعة كان قرار أمل، ولم يخف ذلك الحزب عندما قال أمينه العام السيد حسن نصر الله أنه يسير خلف الرئيس نبيه بري. لكن لماذا يسير حزب الله خلف أمل طالما أن البطار لم يدعي على أحد من المقربين من الحزب، وإنما ادعى على نواب من أمل والمستقبل؟ يقيم حزب الله على سياسة رفض رفع الضرائب، وأعرب عن ذلك صراحة في أكثر من مناسبة على خلاف مجرات أمل للسياسات الاقتصادية غير الشعبية منذ العام 1992 وتمرير كل أنواع الضرائب لإرضاء القوى الحليفة والحريرية السياسية. أما الحزب فيبدو أنه أمام امتحان صعب، لا سيما أن ما بدأ يسرب عن أرقام الموازنة لا يبدو مشجعا مع رفع الرسوم بما يتماشى مع انهيار سعر صرف الليرة، ولم يعد خافيا أن من شروط صندوق النقد الدولي رفع تعرفة الكهرباء ورفع الجباية إلى نحو 85%، وذلك سيترك تداعيات سلبية في ظل ثبات الحد الأدنى للأجور عند 675,000 ليرة، على الرغم من السياسات الميقاتية الترقيعية وتوجه رئيس الحكومة إلى القبول برفع الحد الأدنى إلى دائرة 2,000,000 ليرة، بينما الأسعار ارتفعت 20 مرة. هو امتحان غير سهل لكتلة الوفاء للمقاومة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة، وقد ينتهي الأمر على غرار إقرار الموازنات السابقة وتسجيل نواب حزب الله اعتراضهم على الضرائب والرسوم الجديدة، بيد أن خشية حزب الله لا تزال قائمة من الدعم الغربي للبطار وما سيتضمنه قراره الظني المرتقب صدوره في توقيت يخدم خصوم الثامن من أذار في الانتخابات النيابية إذا ما جرت في موعدها في 15 أيار المقبل. والآن إلى صحيفة الجمهورية، وكتب فيها عماد مرمل ميقاتي: الإنقاذ يستوجب إجراءات صعبة. المريح والمربح في الحسابات الميقاتية هو أن عودة الثنائي من الهجرة الحكومية هي طوعية وتمت بلا أي مقايضة أو صفقة، بحيث أنه لم يضطر إلى دفع ثمن سياسي في مقابل ترميم حكومته. ويتوقف ميقاتي عند قرار الثنائي حركة أمل وحزب الله بإنهاء المقاطعة لمجلس الوزراء قائلا: هذا قرار أقدره ولا يعنيني ما هي خلفياته وحيثيات توقيته، ما يهمني هو أن الثنائي اتخذ موقفا إيجابيا وأن الحكومة ستعود إلى الاجتماع قريبا. ولا ينكر ميقاتي تبعا للمحيطين به أنه عندما يحصل اتفاق رسمي مع الصندوق ستكون هناك إجراءات صعبة، ولكنها ضرورية للإنقاذ، وهي ستوصلنا في نهاية المطاف إلى الخروج المتدرج من النفق الذي حوصرنا في داخله. وإذ يبدي ميقاتي ارتياحه إلى تراجع سعر الدولار يؤكد أنه هناك حاجة إلى خطتين قصيرة وطويلة الأمد لتحصين الليرة والنهوض بالاقتصاد مجددا، وهذا ما نحاول العمل عليه. أيضا أبقى في الإطار الاقتصادي، وكتبت صحيفة الأخبار اليوم: سلامي يعد ميقاتي بتهدئة سوق القطع، ضخ $1,000,000,000 قبل الانتخابات. يتردد أن الحاكم رياض سلامي وعد الرئيس نجيب ميقاتي بأن يعمل على تهدئة سوق القطع من خلال ضخ $1,000,000,000 في السوق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، أي لفترة ما قبل الانتخابات النيابية. ويتوقع سلامي أنه من خلال ضخ هذا المبلغ سيكون قادرا على سحب كمية كبيرة من الليرات المتدفقة
المتداولة في السوق وأن يكون قادرا على خفض سعر الصرف. لعل سلامي صادق في وعده، لكنه يفكر بعقل المقامر الذي يستطيع أن يشتري المزيد من الوقت عبر التدخل في اللعبة حينا والانسحاب منها أحيانا، بينما الأمر يتطلب رؤية أبعد وأعمق نحو الاقتصاد وترابطه والسلوك الاقتصادي. يوم الجمعة الماضي ضخ مصرف لبنان عبر المصارف وقنوات أخرى أكثر من 45 مليون دولار، ويوم أمس يتردد أنه ضخ نحو 60 مليون دولار. بمعنى آخر، تمكن من امتصاص 2.5 تريليون ليرة، لكن أمس بات سعر صيرفة يفرق عن سعر السوق السوداء بضع مئات من الليرات، بالتالي لم تعد هناك أرباح كبيرة من المضاربات. فإلى أي مدى سيستمر هذا المنحى؟ قد يكون التفسير بأن الهدف السياسي لتثبيت الرئيس ميقاتي وسائر أركان الطبقة السياسية في الانتخابات المقبلة هو أمر صحيح، لكن ألم يكن بإمكان سلامي تثبيتهم قبل ذلك بوقت طويل حين كان الدولار 8000 ليرة مثلا أو 10000 أو حتى 15000؟ وللإجابة على هذه الأسئلة التي طرحتها كل من صحيفة النهار وحول الموازنة وأيضا التي تحمل أرقام قد تكون صادمة وارتفاع بالضرائب، أيضا ما طرحته صحيفة الأخبار ومعظم الصحف اليوم، تنضم إلينا فيولات بلعة ناشرة موقع Arabic Economic News. أهلا وسهلا فيك ست فيولات. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. إذن يعني واضح بأنه هناك تدخل كبير من قبل مصرف لبنان، سواء بالتعاميم التي أصدر مؤخرا أو حتى الآن من خلال شراء الليرة اللبنانية بسقف لا محدود من قبل الشركات أو من قبل المصارف وأيضا عملاء هذه المصارف. إلى أي مدى اليوم تدخل مصرف لبنان وكب الدولارات من قبله، رغم أنه هي من الاحتياط الإلزامي، يمكن بأنه يستمر بكبح دولار السوق السوداء؟ اولا بستغرب حمله التشكيك اللي عم بتقوم ضد كل تعاميم حاكم مصرف لبنان، يعني سواء دخل مصرف لبنان بالسوق عم بيلاقي انتقاد، اذا ما دخل بالسوق كمان عم بيكون موضع انتقاد. يعني ما بعرف كيف، يمكن افضل نكته معبره هو ما توزع امبارح على وسائل التواصل انه اذا بقي الدولار ينزل لبنانيه رح ينزلوا على الشارع. نحن بنعرف انه مطلوب اليوم هو خفض سعر الدولار لانه الوضع الاجتماعي والمعيشي مش ينظر بكارثه، دخلنا فعلا بالكارثه. ليش الاستغراب من محاوله استفاده لبنان من ملامح او اجواء ايجابيه عم تتبلور من الخارج الاقليمي القريب وايضا تترجم في الداخل؟ يعني عوده الثنائي الشيعي الى الحكومه هو مؤشر ايجابي يجب البناء عليه. بتصور بالمطبخ السياسي تلاقت اجواء دوله الرئيس نجيب ميقاتي مع رغبه الثنائي الشيعي في العوده الى الحكومه، وهذا الشيء اللي ربما ادى الى اتفاق مع حاكم مصرف لبنان من اجل وزير المال اكيد من اجل بدء تنفيذ التعميم رقم 161 الهادف الى ضبط سوق القطع. نحن بقينا سنتين عم نطالب بضبط سوق القطع، يعني مصرف لبنان منه قادر، ما عنده ادوات تنفيذيه يكون موجود على الارض يضبط الصرافين والمضاربين واصحاب التطبيقات. الاجهزه الامنيه والقضائيه ما عملت شيء بهالمجال، يعني ليش عم نستغرب انه في محاولات جديه من الحكومه ومن مصرف لبنان لضبط سوق القطع؟ هو الاستغراب مش انه يتدخل، هو من المفترض انه يكون عم يتدخل كان من البدايه، ولكن هو المقصود انه لازم يكون في سياسات طويله الامد وبالتالي محاوله ايجاد حلول جذريه وليس فقط حلول ترقيعيه، يعني من خلال استخدام الدولارات التي يمتلكها، لانه هيدي منا الحل الطويل الامد ومنه الحل الاسلم. صحيح. يعني هيدا حل صحيح. موضعي، يعني كأنه مريض بمرض عضال عم تعطيه حبة بنادول، يعني مفروض بأنه ندخل صحيح. إلى إجراء العملية الكبيرة وليس إعطاء مهدئات ومسكنات لوضع كتير كبير. وأيضا كمان السؤال التالي أنه ليش اليوم من بعد ما وصل ل 33 ألف تدخل مصرف لبنان، ما تدخل لما كان السعر ب 8000 و10000 و15000 وبالتالي كنا اليوم ما وصلنا لهذه المستويات العالية من سعر صرف الدولار بالسوق السوداء؟ اسمح لي هون رجعك استشهادي لما قبل سنتين، يعني خلال فتره السنتين حاول مصرف لبنان مرارا انه يصدر تعاميم تضبط سوق القطع، يحاول انه يسمح للمودعين الصغار يحصلوا على دولاراتهم. حملات التشكيك كانت كبيره وقطعت الطريق ربما على انجاح بعضها، ولكن بهمني هون شير للتوقيت السياسي اللي هو مناسب جدا. يعني ما ننسى انه حاكم مصرف لبنان تكبد
مرغما عن سياسة دعم أمر بها رئيس الحكومة السابق حسن دياب، وخسرت مصرف لبنان 8 مليارات دولار من الاحتياطي الإلزامي. اليوم حاكم مصرف لبنان عم بيشوف ربما بمعطيات كاملة عنده ومش كاملة عندنا نحن، يعني نحن بما لا يفصح عنه الحاكم ما فينا نعرف الصورة الكلية اللي عم بيشوفها وعم بيدرسها وعم بيشتغل على أساسها. ولكن من الواضح أنه اليوم تدخل حاكم مصرف لبنان يأتي في سياق بيئة سياسية مؤاتية، في سياق إعادة الانتعاش إلى العمل الحكومي وسعي الحكومة لوضع موازنة إصلاحية تقر مثل ما ذكرت سلسلة ضرائب ربما، ولكن هذا كان متوقع، من أجل بدء التفاوض الرسمي مع صندوق النقد. هذه القناة الوحيدة لنا نحو الإنقاذ. بدون إصلاحات، بدون خطة تعافي جديدة واقعية، توزيع عادل للخسائر، وهذا شيء يسجل لحكومة مئاتي أنه ولكن ما في توزيع عادل للخسائر سيدة بلعة. يعني اليوم نحن عم نشوف بأنه كل الخسائر عم يتحملوها المودعين. يعني اليوم حتى مصرف لبنان عم بيعطي الناس أموالها على 8000 ليرة، ولكن بالمقابل اليوم عم بيشتري الليرة كمان من هالمودعين على 23000 أو 24000 اليوم على سعر صيرفة. يعني اليوم المواطن ما عم بياخد دولاره بالسعر يلي هو منطقي. اول شيء مش عم بياخذها بالعمله الخضراء، اوكي، عم بياخذها بالليره على 8000، واذا بده يرجع يبيع على المصرف عم يبيع على 23000. بعده اليوم المواطن هو يلي عم يدفع فقط الخسائر، لا المصارف دفعت خسائر ولا الدوله دفعت خسائر ولا مصرف لبنان دفع خسائر، وبعدهم بيقولوا توزيع عادل للخسائر. صرنا سنتين فقط المواطن هو يلي عم يدفع على هيدي الخسائر، صح؟ صحيح، ولكن بخطه التعافي لحد الان المودع هو الذي خسر معظم او قيمه امواله، اولا بفعل الهيركات الغير مباشر على 70% تصل الهيركات الى 70%، وايضا بفعل انخفاض قيمه الليره بحوالي اكثر من 90%. هذا صحيح، ولكن اي تفاوض جدي مع او رسمي مع صندوق النقد سيؤدي الى الاتفاق بين المكونات الماليه في لبنان، يعني الدوله، القطاع المصرفي ومصرف لبنان، على توزع خاسر توزع عادل للخسائر. يعني ما رح نكون نحن، الخطه لم توضع بعد بصيغه نهائيه، ما بنعرف كيف عم تتوزع الخسائر، ولكن من حيث المبدا اكيد صندوق النقد ما حيكون موافق على اي خطه يحمل فيها المودع بعد خسائر اضافيه. من هون نحن يعني نرتقب ربما مؤشرات ايجابيه اكثر بالرغبه الجديه للحكومه ولبعض الافرقاء السياسيين للسير بلبنان نحن او اولى، يعني اول خطواته نحو الانقاذ، يعني نعمل انه التايمينج يكون او التوقيت يكون مناسب اكثر لحتى نوصل لبدايه اراحه المودع. يعني نحن عم نحكي عن خطه تعافي، ايضا تلحظ شبكات الامان الاجتماعي، الصحي، التربوي، الاستشفائي، هيدي كلها مطلوبه من صندوق النقد في مقابل موازنه اصلاحيه رح يكون فيها ضرائب. نعم. مثل ما صار معروف ارتفاع سعر الكهرباء. نعم. وضرائب اخرى. نعم سيدي بلع، سؤال بالنسبه لهذه المنصات وهذه التطبيقات يلي هي بتحدد سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، حسب خبرتك واطلاعك وكمان رؤيتك بعدد من الدول يعني يلي صار فيها انهيار للعمله، هل فعلا لا يمكن السيطره عليها والغائها ومنعها بلبنان؟ يعني اليوم في هذا الصراع، ناس بيقولوا ما بنقدر، ونحن بالجديد بنينا هذه الحملة لأجل الوصول إلى، من خلال برنامج يسقط حكم الفاسد مؤخرا، من أجل الوصول إلى وقفة وعدم بقى وجودها، لأن هي عم تتلاعب بحياة المواطن وبمصيره الاقتصادي. هل فعلا هذه التطبيقات لا يمكن حجبها ولا يمكن إيقافها حسب معلوماتك حسب خبرتك؟ ربما تقنيا ما بنقدر نحجبها لانه نحن بنعرف التطور قديش صار، يعني بيعصى على حتى الاجهزه القضائيه والمختصه الكترونيا انه تقدر ربما تضبط او توقف بث هذه التطبيقات. ولكن انا برايي بالاجراءات الداخليه اللي بتتاخذ على صعيد حكومي، على صعيد مصرف لبنان، على صعيد الدوله، ربما لما منشيع أجواء تفاؤل قد تعيد بعض من الثقة إلى الأداء الرسمي، ربما المواطن يستكين إلى مستقبل واضح، لأنه لحديث هلأ نحن الأفق غامضة جدا أمامنا، ربما يستكين إلى المستقبل القريب
أقله مع بدء التفاوض مع صندوق النقد. نعرف أنه أمامنا مرحلة صعبة، ولكن ضبط السوق القطع، خفض الدولار إلى مستويات ربما يحكي عن 20,000 حسب أرقام الموازنة، هذا الشيء أكيد رح يريح المواطن ورح يدفعه للتخلي عن المضاربة. يعني بالنهاية صار المواطن دخل على سوق المضاربة ربما بهدف الاستفادة، وهذا حق له بعد الهيركات التي مورست عليه بطرق شتى. ولكن إشاعة جو عام من الارتياح والثقة قد يعيد الأمور إلى نصابها، ونأمل أنه يستكمل الطريق اللي بدأت اليوم مع عودة شوي المرونة إلى الحياة السياسية، ولكن يخشى من تجدد الحملات والتشكيك أيضا بقدرة مصرف لبنان والحملات المستمرة. برأيك في مجال لهذه الحملات ونحن على أبواب برأيك في مجال لهذه الحملات ونحن على أبواب انتخابات؟ يعني اليوم ما كتبته الصحف بأنه ضخ الدولارات قبل الانتخابات كرمال الناس ما تروح على صناديق الاقتراع وفي بداخلها غضب، وبالتالي تصوت ضد هذه الطبقة السياسية. برأيك اليوم منا لعبة سياسية هو يلي عم بيصير؟ يعني قبل بثلاث أشهر على الأد من الانتخابات، في بعد 100 يوم للانتخابات تقريبا، برأيك مش هذا اتفاق ما بين السياسيين وما بين حاكم مصرف لبنان على أنهم يهدئوا من السوق كرمال المواطن ما يروح غاضب إلى صناديق الاقتراع وبالتالي ينقلب على هذه الطبقة السياسية؟ يعني اليوم رأيك مش هذا تدخل سياسي بقبل قرار سياسي وراء تصرفات أو وراء تعميم حاكم مصرف لبنان؟ ربما في صحة بهذا التحليل بجانب من هذا التحليل، ولكن لا يعقل أنه يكون، أو أنا شخصيا لا أؤمن أنه دولة الرئيس نجيب ميقاتي سيراهن شخصيا باسمه بمستقبله السياسي من أجل الدخول في لعبة رخيصة. يعني كل الكل من حيث المنطق عم نحكي، كل السياسيين بناسبهم يرتفع الدولار، هيك بخففوا عليهم كلفة ربما الرشوة الانتخابية، لأنه 100 دولار بدل ما تشتري صوت تشتري صوت أصوات عائلة كاملة. ولكن اللعب بالنار لهذا الحد، في مجتمع دولي عم بيراقب لبنان، في عقوبات يلوح بها المجتمع الدولي للساعين لتعطيل الانتخابات او ربما للمستمرين بعمليات الفساد، هيدي كلها قد تشكل رادع. يعني المغالاه في استغلال الوضع المالي والنقدي والمصرفي من اجل تحقيق مكاسب سياسيه صارت لعبه مكشوفه، مثل الحملات يلي منشوفها المشككة سواء بأداء الحكومة سواء بأداء مصرف لبنان سواء بأداء بعض الأفرقاء السياسيين. لعبة الانتخابات، البازار أكيد فتح باكرا، مش باكرا قبل 100 يوم، ولكن نخشى أنه يتصاعد بشكل دراماتيكي يؤثر حتى على سعر صرف الديرة وعلى أحوال المواطنين بالنهاية. يعني المواطن يلي رح يروح يفجر غضبه بصندوق الانتخاب لازم يدرس فعلا خياراته المستقبليه اللي بتحدد له مسار معيشته وحياته على مدى 4 سنين. من هون برجع بنضم لحمله الام تي في وبقول لهم بس تروحوا على صندوق الانتخاب ما تنتخبون، يعني اعرفوا ما تنتخبون هن ذاتهم. نامل انه الاجواء الايجابيه اللي عم بتعم المنطقه بدءا من المفاوضات النووي بين واشنطن وايران وصولا الى موقف الثنائي الشيعي بالعوده الى الحكومه انه ينعكس يعكس بعض التراخي والمرونه بسوق القطع باحوال الدولار من اجل حلحله الاوضاع على صعيد معيشه اللبنانيين وصحتهم وسلامتهم. اليوم بلشنا يعني نتلمس انخفاض طفيف باسعار بعض السلع، وهذا مطلب محق للبنانيين لانه فعلا الاجور ما عادت تكفي، القدره الشرائيه صارت تحت دون ما دون الصفر. ولكن نتامل انه ما يصير في استغلال من بعض الافرقاء السياسيين لهالاجواء الايجابيه من اجل تحقيق مكاسب خاصه وضيقه جدا ما بتتلائم مع المستقبل يلي اللبنانيين بيستحقوه ربما. نشرت موقع أرابيك إيكونوميك نيوز فيولات بلعة، أنا بدي أتشكرك لانضمامك لنا في هذا الصباح، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.